دمى دمى تك دمى دمى تك أحلى برنامج من دون شك دمى دمى تك دمى دمى تك بيحكي الحقيقة من دون عك دمى دمى تك دمى دمى تك لغز السياسي عنده الفك دمى دمى تك دمى دمى تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دمى دمى تك دمى دمى تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من ديمقراطي. اجى العماد عون اليوم على جلسة الحوار، ولكن فالبكير وما كمل الجلسة. البعض قال لأسباب صحية والبعض قال لأسباب سياسية. العوافي جنرال. العوافي. غادرت الحوار لأسباب صحية أو سياسية؟ خلينا نقول لأسباب صحية. بس النائب فريد مكاري قال العماد عون فل لأسباب صحية، وهيدا هو البرهان إنه مش صالح يكون رئيس للجمهورية. فشو ردك على مكاري؟ بدي أقول للسيد مكاري. نعم. تصريحك منه ناجح يا أفلاطون مكاري، بأكد لك إني صالح، شرف تفرجيك جنرال في حصاتي. لوين راح فكرك؟ شكرا جنرال. والعوافي للوزير نهاد المشنوق. العوافي. تم توقيف الناشط أسعد زبيان اليوم بتهمة تحقير العلم اللبناني. صحيح، العلم اللبناني يمنع تحقيره منعا باتا. برأيك ما في سياسيين لازم كمان يتوقفوا لأنهم بتصرفاتهم عم بيحقروا العلم اللبناني؟ لا اسمح لي، مش كل ما طلع عبالنا نهين الطبقة السياسية من هنا عالطالع والنازل. بلبنان ولا سياسي ولا زعيم حقر العلم اللبناني. أنا بقلك الشعب اللبناني دايما بحقره، لكن العلم ولا مرة. بس الحراك عم ينجح بإخراج كل الموقوفين بعد وقت قصير، يعني أسعد زبيان أطلقته صراحه بعد وقت قليل اليوم. عشان بيجوا شوية شباب وصبايا بيقطعوا الطريق قدام الداخلية. هلأ نحنا فينا نشيلهم ونفتح الطريق بسهريج واحد، لكن ما منساوي هالشي، أحسن ما يتعاطفوا معهم الناس وينزلوا يدعموهم. آه، تكتيك. طبعا، وعلى قولة موفق ببسمات وطن انخاع. يا لا 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 لا. شكرا للوزير المشنوق. استراحة أعلانية ومن بعدها منتابع ديمقراطي. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطي. يبدو أنه جلسة الحوار اليوم وضعت كل النقاشات على جنب وانصبت لمعالجة مسألة الزبالة. نعم، الزبالة أرغمت المتحاورين على الإسراع بإيجاد حل جذري لمشكلتها. وحتى الساعة 7:30 كانت الجلسة مستمرة وما طلع منها لا دخان أبيض ولا دخان أسود، وإن شاء الله ما يطلع دخان الزبالة ببلد طالما في 18 طائفة طائفية رح يضل بلد زبالة. وبكرة بشوفكن. تيك تك تيك تك تيك تك. تمام بيك، أنا جاي أعترض وأحتج باسم الطائفة الكاثوليكية المحرومة، نحن مغبونين. بعرف يا ميشيل إنه الترقيات العسكرية إذا حصلت ما رح تلحظ ترقية عميد كاثوليكي. لا لا، مش هيدي المشكلة. وشو لكان؟ التعيينات الأخيرة اللي ظلمت الكاثوليك؟ لا لا، كمان مش التعيينات. وبشو لحقكن الغبن يا ميشيل؟ بالمطامير، نحن الكاثوليك وحدنا انحرمنا من المطامير. الشيعة إلو المطمر بالبقاع، السنة إلو المطمر بالشمال، والدروز والموارنة مطمرهم بالنعمة، والأرمن مطمرهم ببرج حمود، ونحن الكاثوليك طلعنا شي حبريح بلا مطمر. مش وحدكن يا فرعون. تمام بايك، ولو صاروا الروم بهالبلد حرف صائد، وين مطمر الأرثوذكس؟ كمان؟ بكرة الأقليات بصير بدهم مطمر كمان. الأقليات أنا برضيهم، طيبين، بيقبلوا بكورباي. دمى دمى تك دمى دمى تك أحلى برنامج من دون شك دمى دمى تك دمى دمى تك بيحكي الحقيقة من دون عك دمى دمى تك دمى دمى تك لغز السياسي عنده الفك دمى دمى تك
دوما دوما تك تحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقت وديك ورا تك ديك 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 تك ديك تك ديك تك ديك تك.